أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أشكر لكم دعوتكم لي مرة أخرى للمشاركة في اجتماعكم السنوي، هذا المنتدى الذي يلتقي فيه أبناء إيران الذين تركوا إيران من ظلم حكم ولاية الفقيه، مع ممثلين من كثير من دول العالم التي عانت من إرهاب هذه الحكومة التي هي أكبر راعٍ للإرهاب. إن هذا اللقاء هو لتذكير العالم بجرائم هذا النظام ضد مواطنيه وضد جيرانه وتهديده للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. أيها الأخوات والإخوة، ذكرت لكم في لقائي بكم في العام الماضي أن ما يجمعنا بكم ليس فقط الجغرافيا، وإنما تجمعنا بكم أواصر العلاقات الإنسانية. فهناك قبائل عربية استوطنت في بلاد فارس وامتزجت أسرياً بكم، وهناك جموعاً فارسية قدمت للحج وانصهرت بنا وصاهرتنا. وتجمعنا بكم أيضاً كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما يجمعنا بكم إرث تاريخي ساهم في رقي الحضارة الإنسانية. فقد كانت دول مجلس التعاون في الخليج العربي والفارسي وجارتها إيران تعيش في حالة تعايش حتى جاءت ثورة الخميني في عام 1979، وتبدلت الأحوال من تعايش مشترك رغم وجود بعض الاختلافات إلى سعي الخميني وأتباعه إلى استبدال منطق التعايش بالصدام وما عرف بسياسات تصدير الثورة، حيث تم استبدال منطق الدولة بمنطق الثورة الذي يخفي وراءه رغبة توسعية جامحة، وبات من الصعب إذا لم يكن من المستحيل أن نتفاهم بمنطق الثورة والانقلاب لا بمنطق السياسة والدبلوماسية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتثوير الجماعات. وأصبحت الاستراتيجية الخارجية لقيادة ولاية الفقيه هي إحلال فكرة الانقلاب والاضطراب على فكرة الاستقرار. عاش الخميني خارج بلاده بين 1963 و1979 بسبب وضعه السياسي وروح التحزب الذي لا يختلف فيه عن سائر جماعات الإسلام السياسي ذات الروح الانقلابية والرغبة في الانفصال عن جسد الدولة. وهناك في النجف عاش ليبث تعاليمه الثورية التي جمعها في كتاب عنوانه الحكومة الإسلامية، شاهراً فيها فكرة ولاية الفقيه على الأمة. أيها الإخوة والأخوات، لقد رفض كبار المراجع الشيعة هذه الفكرة وبيّنوا أن فكر الخميني يتعارض مع ثوابت فقهاء الشيعة الإمامية، سواء كان ذلك في إيران حيث المرجعية والحوزة الشيعية في مدينة قم، أو في العراق حيث المرجعية والحوزة الدينية في النجف، وأينما وجدت المراجع الجعفرية. من الحكايات عن الخميني إبان معيشته في النجف حين كان يشاركه الغرفة أحد الدارسين في الحوزة الدينية هناك، وقد ملأ البعوض فضاء الغرفة، فاقترح زميل الخميني أن يأتي بالمبيد الحشري للقضاء على البعوض، لكن الخميني تلبس حالة صوفية
وورعاً مصطنعاً كان يعيشه قبل الثورة، فرفض الفكرة وقال: إنها أرواح مخلوقة لا يجب أن نتحمل قتلها، فاستعمل عباءته بطردها من فضاء الغرفة. وبعد السلطة وممارسة الإعدامات في السجون من بقية المعارضين ممن ساهموا في الثورة وتنكر لهم ففقهاءها، كان ذلك الزميل على مقربة منه فذكره بما حصل مع البعوض في تلك الأيام وكيف كان يخشى من قتل الحشرات، وها هي الثورة تقتل البشر. فأجابه الخميني قائلاً: إنهم أعداء الإسلام، أي من يعارض أو يختلف مع الخميني يحسب عدواً للإسلام، خائناً، فمصيره القتل. ولم يكن الخميني أثناء وجوده في النجف قبل الثورة مرحباً به كثيراً من أولئك المراجع، وقصة المناظرة بينه وبين المرجع محسن الحكيم مشهورة، حيث حث الحكيم أن يروج لمبادئ الإمام الحسين، فرد عليه الحكيم: وما بال الإمام الحسن الذي كان مسالماً ولا يدعو إلى القتال. هذا شاهد على الاختلاف بين فقهاء الشيعة على مسألة ولاية الفقيه المطلقة وعلى الثورة. والشاهد الآخر أن الخميني بعد وصوله إلى سدة الحكم أخذ أتباعه يجمعون له المقلدين على حساب الكبار في مذهب الإماني كي تجتمع بيده ولاية الفقيه وولاية المذهب، فأخذ بالتضييق على المراجع وعلى المرجع بالذات محمد كاظم شريعة مداري الذي يعود له الفضل بإنقاذ الخميني من الإعدام في عهد الشاه، عندما أشار إليه برتبة آية الله وهي منزلة لا يعدم صاحبها حسب القانون الإيراني آنذاك. إلا أن شريعة مداري لم يوافق على تسمية الجمهورية بالإسلامية. أما في العراق فكان المرجع أبو القاسم الخوئي، وهو الآخر لا يشجع على إقحام الدين والمذهب في السياسة، لم يكن مع فكرة ولاية الفقيه. ما جرى بعد ذلك هو أن قام الخميني بسلطته المتصاعدة بإهانة شريعة مداري، وأقفلت مدرسته ومكتبته، واعتقل في داره حتى وفاته عام 1985، ومنع صهره من الصلاة عليه ولا يعرف له قبراً. وتفاصيل ما تعرض له هذا المرجع الكبير من السجن والإهانة رصدها تلميذه رضا الصدر في كتابه في سجن ولاية الفقيه. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل مما شاع ذكره في تلك الأيام أن أنصار الخميني يطوفون بالحمير واضعين على رؤوسها صور المرجعين شريعة مداري والخوئي للإيغال في الإهانة كجزء من الاستراتيجية الثورية التي سار عليها الخميني وأنصاره والتي لم ينجو منها أحد. وألغى الخميني ألقابه أو الألقاب التي تمنح على رجال الدين، وتقمص شخصية الإمام، حتى الإمام لم يسلم من الخميني، وضع نفسه نائباً للإمام، وأضيف إليه لقب رهبر ثم المرشد وغيرها من الألقاب. وما أن وصل الخميني إلى طهران حتى انقلب على جميع حلفائه من مختلف تيارات الشعب الإيراني الذين هم الذين قاموا بالثورة، واضطهدهم بالسجن والاغتيال والإعدام. وكنتم أنتم أول من طعنه الخميني في الظهر. وعلى الجانب الآخر تم اختيار خلخالي رئيساً للمحكمة والقضاء، وأخذ بنفسه الثوري الذي اقتبسه من الخميني بإعدام المخالفين على الشبهة
وقد شاعت كلمته الشهيرة في تبرير قتل الأبرياء حينما قال: المجرم أخذ عقابه والبريء يدخل الجنة. لقد وعد الخميني الإيرانيين بالديمقراطية، ويتشدق النظام اليوم بأنه عقد انتخابات. فما معنى هذه الانتخابات التي لا يدخلها إلا من يزكيه الولي الفقيه؟ ثم إن أي انتخابات لا تعتبر شهادة حسن سيرة وسلوك. فكل الأنظمة الشمولية مثل الفاشية والشيوعية تعقد انتخابات، ولنا العبرة في أن سفاحي دماء القرن الماضي هتلر وموسوليني وستالين كلهم تشدقوا بانتخاباتهم. إن سلوك النظام في طهران لا يؤهله أن يكون نظاماً ديمقراطياً، بل إن سلوكه هو سلوك دموياً ودكتاتورياً. أما عمليات الإعدام التي نفذها جزار والنظام الإيراني وذهب ضحيتها آلاف السجناء الإيرانيين عام 1988، فما تزال أصداءها تتردد وستبقى لعنة أبدية على هذا النظام وقياداته، وهي تثبت أنهم مجرمو حرب يجب أن يقدموا للمحاكمة في محكمة الجنايات الدولية. إن الضحية الأولى للخميني وأتباعه هو الشعب الإيراني الذي ذاق فويلات أفكاره المريضة، وما زال يئن تحت وطأة هذه الأفكار في نظام ولاية الفقيه. ولقد باتت ولاية الفقيه بحاجة إلى أزمات متواصلة لكي تبقى وتعيش. ولذلك حرص خليفة الخميني على وجود ميليشيات رديفة لجيوش العواصم التي تهيمن عليها قوات الحرس الثوري كالحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان والميليشيات في سوريا والعراق، وإخضاعها للتجربة الإيرانية مع الحرس الثوري، فتصبح خيوطاً في أصابع الولي الفقيه الذي منحه الدستور الإيراني التي خلفه الخميني الصلاحيات المطلقة. أيها الأخوات والإخوة، إن مسعاكم لمواجهة هذا النظام مشروعاً، وجهادكم لتخليص الشعب الإيراني بكافة أطيافه عرباً وكرداً وبلوشاً وأزريين وفرساً، كما قالت السيدة مريم رجوي، من ظلم ولاية الفقيه مطلوباً. فعلى بركة الله سيروا، وسدد الله خطاكم. وتحية إجلال لشهداء ضحايا الخميني وخليفته، ليس فقط في العراق وسوريا والجزيرة العربية وأينما قتلوا في شتى أنحاء العالم، ولكن أولاً وآخراً لشهداء الشعب الإيراني العظيم. وشكراً. أكرمكم الله. شكراً.